نعم. الشيخ يقولون هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك لهم أصل، وهو ويقولون من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. نعم. ويقولون أيضا أن عمر بن الخطاب سن سنة صلاة التراويح، فكيف نرد على هؤلاء؟ نعم. نقول صدق، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رسول من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بقول من سن سنة حسنة أحد أمرين: إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل بها كما يدل على ذلك سبب الحديث، وإما أن المعنى من أحياها بعد أن ماتت، عرفت؟ وليس المعنى أن ينشئ عبادة من جديد، هذا لا يمكن، لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بسرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفعل عمر، فعمر ما ابتدع صلاة الجماعة في القيام أبدا، أول من سن القيام الجماعة في القيام في قيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه 3 ليال ثم تخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، ثم تركت وهجرت في أيام أبي بكر رضي الله عنه. في زمان عمر خرج ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متفرقين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد، فأمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوم للناس على إمام واحد، فيكون عمر لم يحدث هذه البدعة ولكنه أحياها بعد أن ترك. نعم. أي صحيح. لا صحيح، ثابت في موطأ بأصح إسناده.